مواسم متتاليه جه الانتر وخطف منه اللقب، والسنه دي بتشهد عوده الميلان مره ثانيه لمنصات التتويج بعد غياب استمر 11 سنه. خليني اقول لكم على معلومه صغيره كده يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها، انه ابراهيموفيتش اللي موجود واللي كان سبب رئيسي الحقيقه في فوز الميلان وعودته مره ثانيه لمنصه التتويج كان موجود برضو في صفوف الميلان في اخر نسخه حصلوا فيها على لقب الكالتشيو. خلينا ناخد روبرتو سكارنيكيا، طبعا نجم روما وميلان ونابولي السابق، هيكون ضيفنا دلوقتي ونتكلم معاه كمان على النهارده اللقاء المتوقع شخصيا، المقدمات بتاعته اللي حصلت من امبارح وفجر النهارده بتقول انها هتكون مباراه ناريه بين روما وفاينورد في نهائي الكونفرنس ليج. طبعا روبرتو برحب بيك على شاشه الاهلي وشكرا على ظهورك معانا في السادسه. مساء الخير، مساء الخير على الجميع. اتمنى ان تشاهد ايضا الكاس كبشره خير لروما. اليوم انا فزت بالكاس واتمنى ان يفوز روما، كان كاس ايطاليا لكن اتمنى ان يكون كاس. يعني انا بعتقد انك انت شخصيا في قمه السعاده السيزون ده، وصول روما لنهائي بطوله الكونفرنس ليج وتتويج الميلان ببطوله الدوري الايطالي. في بدايه الامر اسمح لي ان اهنئ النادي الاهلي فورزا اهلي، هذا الشيء بالنسبه لي هام جدا. يجب ان احيي جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي المصري، واتمنى ان يتخطى الاهلي ريال مدريد، لان اعلم ان هناك فاينل يوم الاثنين القادم، مباراه الفاينل امام الوداد، واتمنى حظ سعيد للنادي الاهلي ويفوز بالبطوله لان نادي عظيم في مصر. احساسك ايه وروما تحت قياده مورينيو مقبل على مباراه تاريخيه النهارده امام فاينورد الهولندي في نهائي الكونفرنس ليج، وهل يعتبر الموسم ده من وجهه نظرك ناجح بالنسبه لجوزيه مورينيو مع اي اس روما؟ لا، نتحدث عن مورينيو. مورينيو مدرب تعود على الفوز بالبطولات. مورينيو لعب 4 فاينل اوروبي، واتمنى ان يفوز روما الليله مع مورينيو بالنهائي الخامس لمورينيو والبطوله الاولى الاوروبيه داخل جدران الجيالوروسي، لان انتصار روما اليوم في الكونفرنس ليج روما قد يكون اقوى من فاينورد، واعتقد ان مباراه واحده هي افضل ان تكون مباراه ذهاب وعوده، ولهذا حظوظ روما اقوى لان المباراه ايضا تلعب على ارض محايده لتجنب المشاكل التي قد تحدث في هولندا او في روما، واعتقد ان مورينيو سيفوز الليله امام فاينورد بالكونفرنس. تتويج الميلان السنه دي ببطوله الدوري بتشوفه ازاي، وخصوصا بعد نجاح الانتر في كسر سيطره اليوفنتوس على اللقب اللي استمرت يمكن ل 10 مواسم متتاليه، هل بتشوف انه الكالتشيو في طريقه لاستعاده قوته واستعاده قوه المنافسه في المسابقه مره ثانيه؟ دعنا اقول ان الكره الايطاليه بدات تتعافى من الصدمه، وقد تصارع انجلترا وقد تصارع المانيا وقد تصارع اسبانيا في الدوريات الاوروبيه الاخرى. بالنسبه لي الدوري الايطالي كان رائع هذه المره. النسخه هذه نسخه رائعه لان كان الصراع لحد اخر نفس في الدوري الايطالي، وهذا ما يعني ان المنافسه عادت كما كانت في بدايه الايام الماضيه. انا لعبت للميلان، واعتقد ان جماهير الميلان تستحق هذا اللقب، لكن الانتر قام بعمل كبير بعد بيع لوكاكو واشرف حكيمي. بدايه هذا السيزون تقول ان بدون حكيمي ولوكاكو ان الانتر قد يعاني، لكن الانتر اظهر عكس ذلك. ماروتا المدير الرياضي جلب سيموني انزاجي مدرب للانتر وقدم اداء رائع، لكن الميلان قام بعمل كبير. باولو مالديني ساعد كثيرا الفريق وعمل عمل رائع مع المدير الرياضي للنادي، ومن خلال قناة الأهلي مبروك لجماهير الميلان في كل الوطن العربي، ومبروك لمالديني الذي كان صديق لي ولعبنا سويا في الميلان. رغم سيطرة اليوفي على الكالتشيو ولقب الدوري الإيطالي لسنين طويلة والمواسم متتالية، إلا أنه لم ينجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. ثم كان الموسم الأخير طبعا مشاركة الإنتر في البطولة كحامل للقب الدوري الإيطالي، ولم ينجح أيضا
في المنافسة. هل تتوقع أن يفعلها إيه سي ميلان في النسخة الجاية القادمة من تشامبيونز ليج؟ بالنسبة لي يوفنتوس ليس اليوفا الذي نعرفه. اليوفي في تشامبيونز ليج يعاني ويعاني كثيرا جدا، وقد ظهر لنا هذه المعاناة. لكن كما قلت وأنت متابع للدوري الإيطالي، الدوري الإيطالي يعاني في الفترة الأخيرة، لكن الفرق الإيطالية صعب عليها الفوز بدوري أبطال أوروبا، لأن دوري أبطال أوروبا لديه فرق كبيرة في فرنسا وأسبانيا وإنجلترا، قاموا بتطوير نفسهم وهم الآن أقوى من الفرق الإيطالية. لكن الميلان قد تكون الميلان أقوى من فريق كروما، أقوى من فريق كاتالانتا، لكن ليس أقوى من فرق أوروبا. لكن الميلان إذا أراد أن يفوز بدوري أبطال أوروبا يجب على الميلان أن يقوم بأشياء خارقة في الميركاتو القادم. وأعتقد أن نابولي أيضا لازم نعتقد أن نابولي فريق كبير وفريق سيعود العام القادم أفضل مما كان عليه الموسم. لكن الميلان أنا متفائل قد يقدم أداء رائع في تشامبيونز ليج، لكن لن يكون بطل. من وجهة نظرك المدرب الأفضل الموسم ده في الدوري الإيطالي وأفضل ثلاث لاعبين من وجهة نظر روبرتو سكارنيكيا؟ بكل تأكيد أنا أختار ستيفانو بيولي وأختار إيطاليانو، لكن لن بالطبع لن أقوم باختيار أليجري ولن أقوم باختيار مورينيو. إيطاليانو، ستيفانو بيولي وسيموني إنزاجي أفضل ثلاث مدربين في الدوري الإيطالي. يهمني أسألك كمان عن النهائي المنتظر يوم السبت اللي جاي، مين الأقرب لتحقيق اللقب من وجهة نظرك، ريال مدريد أم ليفربول؟ أنا لعبت مع كارلو أنشيلوتي وأنت الآن وجهت لي سؤال صعب، رغم أني أعشق ليفربول، لكن إذا فاز كارلو أنشيلوتي لكن كنتائج إذا أردت نتيجة ليفربول قد يفوز، لكن أنا أتمنى أن يفوز كارلو أنشيلوتي. لكن في الفاينل أيضا الفاينل بتاع هذا المساء روما فاينورد، من يلعب ومن يستحق هو من يفوز. روبرتو سكانيكيا طبعا نجم الميلان وروما ونابولي السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة، وكل التوفيق للميلان، واحد من الفرق المفضلة دايما عند الجمهور المصري. فرصة أهلي الاثنين القادم من أجل الفوز بالأميرة الأفريقية. شكرا جزيلا ليك، ومش هنبعد روبرتو. مش هنبعد كتير.